السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ والله أنا بخير، الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة. وكيف أنت يا أخي؟ أنا أيضا كما ترى، الحمد لله الحمد لله. يا أخي كنت أريد أن أسألك سؤالا، ممكن؟ نعم تفضل يا أخي، تفضل اسأل. أنا لا أعرف كيف أطبخ الشاي. لا تعرف كيف تطبخ الشاي؟ يعني الشاي ما يسمونه بالإنجليزية تي. أيوة نعم 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 هذا هو. كيف تطبخ شاي يا أخي من فضلك؟ هذا سهل جدا. طيب، أولا تأخذ الماء وتضع في القدر على الفرن. طيب آخذ الماء وأضع في القدر على الفرن وأشعل النار. طيب ثم تنتظر حتى يغلي الماء، طيب فهمت. ثم تضع فيه كيس من شاي. طيب وضعت فيه كيس من شاي، ثم ثم ضع فيه السكر. كم ملعقة من السكر؟ ضع فيه ما تحب، أنا أفضل أن أشرب ملعقة واحدة. طيب، أنا أفضل ملعقتين. ثم ضع فيه الحليب. طيب أضع فيه الحليب، كم حليب أضع فيه؟ ضع فيه الحليب حتى يتغير لونه ولا يكون أبيض جدا. طيب، أخي أنا ما سمعت هذه الطريقة من قبل، هذا هو الشاي، نفس الشاي الذي نشرب؟ لا لا لا، هذا شاي ديسي، هذا يسمونه الشاي ديسي. الشاي الديسي، عجيب، سأجربه إن شاء الله، سأجربه. خذه مجانا يا أخي مني. مع السلامة. جزاكم الله خيرا يا أخي. مع